صباح النور. البنات نوريكم اللبسه ديالي، لبست هكا سروال في البيج هكا مفضفض مع ديك الصبر ديالها تاع حيت فيها البيج، ولبست جاكيت اللي وريتكم داك النهار اللي شريت نفس الالوان اللي فيها مع قبيه كحله لتحت وسويك ديالي وزويف كحل هكا الاوتفيت كامله. واليوم غادي ندير لكم فلوغ، غادي نخرجكم معايا خرجه هكا عائليه، غادي نخرج مع ماما وعمتي لواحد البلاصه زوينه ديما كيعجبني نمشي ليها، غادي نديكم معايا ما تخافوش، غادي نصور لكم كل شيء، غادي نمشيو لبوزنيقه ندوزو الصباح نفطروا تماك ومن موراها نشوفوا شنو نديرو. ايوا يلا معايا ما تزابيو حتى شي لقطه. البنات وصلنا لبوزنيقة ودخلنا هكا للدار، حيت عندنا واحد دار بوزنيقة، حلينا الشراجم هويناها مزيان شناها كي دايره وداك الشيء، المهم حلينا الشراجم باش تهوى بما جينا من الفطور تنرجعوا ليها ونعاودوا نسدوا. عرفتوا الجو زوين 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 البنات، غادي نمشي نعيس، انا كيعجبني نجي هنايا غير نعس. ودابا غادي نمشيو نفطروا فواحد البلاصه زوينه نوريها لكم، اذا شي نهار جيتو لبوزنيقه وبغيتو تجيو غادي تجيو لهنايا، كاينين قهوات زوينين عرفتوا الكارم والجو زوين، وانا نتوما شوفوا راه صورت لكم اجواء كي دايرين، كتقيطلي هكا على الشانطي وفراسكم بحال ما كتسمعيش الصداع ديالو، تتسمعي الهدوء، جو زوين خصوصا خاصكم تجيو مع 6 7 مع داك الوقت ديال الغروب، خطير الجو تماك فنيون صراحة، وجات شميشة ما بقاتش الجو مظلم وداك الشيء مغيم الجو زويور صراحة. المهم طلبنا ما نفطرو، خدنا هكا فطور عادي وكنصور لكم الاجواء والسماء وداك الشيء. المهم انا خديت حليب سخون وخدينا هكا كرواسات وداك الشيء، وعمتي وماما خداو قهوة ما عرفت صراحة شنو سميتها، انا ما كنحملش القهوة صافي. هاد واحد مشي تزوينين كيبان فيهم النعاس عرفتي، مغيم ضين عبيناتهم مره كيتحركوا. ودابا من مره ما فطرنا ضحكنا دوينا، دابا غادي نمشيو لبلاصه اخرى، غادي نمشيو واحد البحر، غادي نمشيو للقصبه نوريها لكم حتى هي للناس اللي ما ساكنينش في كازا ولا عمرهم جاوا لبوزنيقه، تخافوش صورت لكم الاجواء وداكشي زويون صراحه. انا احسن بلاصه تقدروا تقولوا لي عندي ما بين احسن البلايص هي بوزنيقه، جو زوين الهدوء البلاصه زويونه. شوفوا هاد البلاصه هادي، واحد المره مشينا تغدينا فيها، دخلنا في الطوموبيل وجلسنا نتغداو فيها قدام هاد الواد هذا، عرفتوا بعض المرات كينشف ما كيبقاش يبان، والله الجو زويون والمناظر زويونه تتعطي الراحه النفسيه. اصلا حنا درنا هاد الخريجه غير هادي باش نبعدوا على كازا والصداع وداك الشيء غير باش نرتاحوا شويه. وهنا البنات القصبه، هنا قبل ما ندخلوا ليها كاين هذا الجو هذا، هذا الفيو هذه حتى هي زوينه، دلت صور اللي تصورت فيها اصلا فيما مشيت نتصور ما خلي اكيد خصني نتصور له في انستغرام وصافي. دابا غادي ندخلوا، كاينه هنايا واحد البلاصه فيها الفيلات وداك الشيء، احنا ما داويش على هاد البلاصه هادي، حنا غندخلوا للكافي اللي كاين هنايا، ما ندخلوش ليها بالضبط ولكن كدوزي ليها تمشي للبحر. انا نتوما كتشوفوا الطريق نوريكم كيفاش زعما غادي ندوزوا ليها، هنا الجو زوين وهاد الكافي هادي خصكم تجيو لها تايه في الليل، خصكم تشوفوا كيشعلوا الضوا وكيديروا الموسيقى خطيره خطيره، واخا عندهم الماكله شويه غالية ولكن المهم كتجلسي تتحسي بالجو زوين ملي كتجلسي في الطبلة ديالك وانتي كتطلعي على البحر. شي نهار نجي في الليل وندير لكم فلوق داكشي في الليل، وحنايا جينا للبحر
اصلا انايا درنا هاد الخرجه كامله على قبل هاد البحر هذا وهاد الهدوء وهاد الجمال هذا. انا وماما وعمتي كيعجبنا شي حاجه سميتها البحر. انا وماما مشاتني الله يخليها ليا يا ربي. ودابا بلا هضره بزاف غادي نخليكم تشوفوا الاجواء والمناظر اللي صورت لكم. ودابا البنات من مورا ما فطرنا شفنا الاجواء كي دايره وريتكم المناظر وداكشي سالينا. ودابا غادي نمشيو للمحمديه غادي نمشيو المرجان. اول حاجه ماما بغات تشري صباغه وخدات الصباغه اللي بغات وصافي. وهكا بقينا كندورو مزيان شفنا كاع الجديد. ومراد حتى ال سي فيها حوايج زوينين واخا ما عرفتش لاحظت كل الحوايج غاليين بزاف ما عرفتش علاش وفي كاع البلايص غاليين. المهم ضروري انا ما نصور لكم راسي ونوريكم الاوتفيت للمره المليون وصافي. من وراها مشينا لاسباس غوما كليت خديت واحد الساندويتش سميتو المهور بصراحه صدق مهور وبنين عجبني انا بعدا والله الا عجبني. وماما وعمتي خداو بيتزا وصافي تغدينا. ودابا غادي نرجعوا لدارنا غادي نمشيو لكازا حيت صافي دوزنا الصباح فطرنا تغدينا ودابا ندخلوا للدار. مساء النور مساء الخير مساء الخيورات ومساء الفنون مساء النور عليكم. كنضحك على راسي حيت ضربتها بواحد النعسة البنات واحد النعسة واحد النعسة ما شاهدتكم فيها وحق الله. ودابا الليل دابا غادي تكون شي 10 بحال هكاك. تعشيت يا لالا وقلت اش غندير ايا اش غديري غتنوضي تحفظي لونجلي كامل عرفتوا البنات حفظتو كامل حيدتو عليا حيت الاستاذ كيعطينا هكا مواضيع كنبغيو نحفظوهم باش ملي تبغي ديري رايتين تعرفي ما تكتبي. انا صراحه احسن حاجه كيدير لينا صراحه كتفيدني بزاف. المهم حفظت حفاظتي ديال لونجلي كامله حيدتها عليا بعدا هادي تهنيت منها وصافي. داز هذا الفلوق ديال النهار نتمنى يكون عجبكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله وصافي. دابا غادي نقول لكم باي باي عليكم.